أعزائنا المشاهدين، يتجدد معكم لقاءنا الأسبوعي والذي نستهله بأبرز العناوين. جلالة الملك عبد الله الثاني يعزي بشهداء الأقباط في مصر. كنيسة الفادي الإنجيلية بعمان تحتفل بافتتاح المجمع الكنسي المقدس. أبرشية القدس تحتفل بعيد أمنا مريم العذراء بدير رفار. وفيها أيضاً مول إلكتروني للسيدات في الأردن عبر الإنترنت. أهلاً بكم. قدم جلالة الملك عبد الله الثاني التعازي للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشهداء الهجوم الإرهابي الذي استهدف حافلة للأقباط في محافظة المنيا، وأودى بحياة عدد من الضحايا الأبرياء وإصابة آخرين. وأعرب جلالته عن إدانته لهذا العمل الجبان، مؤكداً وقوف الأردن إلى جانب مصر في جهودها في محاربة الإرهاب. وعلى الصعيد ذاته، أدان غبطة البطريرك ثيوفيلوس الثالث بطريرك القدس وسائر أعمال فلسطين والأردن ورئيس مجلس رؤساء الكنائس في المملكة تلك الجريمة الإرهابية التي أدت إلى استشهاد 7 مصريين وإصابة آخرين عند عودتهم من دير الأنبا صموئيل في المنيا بجمهورية مصر العربية. وعبر غبطته عن تعاطفه العميق مع أهالي الشهداء، مقدماً لهم وللشعب المصري أحر التعازي، معرباً عن أمله بالله لشفاء جميع المصابين. كما أكد بطريرك القدس على أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة تتنافى مع مبادئ الديانات السماوية الثلاث ومع القيم الأخلاقية والإنسانية. وشدد غبطته على أن استهداف المصريين الأقباط يخدم أعداء مصر الذين يسعون إلى خلق شرخ في النسيج الاجتماعي المصري والنيل من وحدة الشعب المصري. بمناسبة الاحتفالات بعيد أمنا العذراء، أقيم في مزارها بدير رفات شمال غرب المدينة المقدسة بفلسطين قداس إلهي ترأسه سيادة المطران يوبولدو جيرلي، وبحضور عدد من المطارنة والأباء الكهنة وفرسان جمعية القبر المقدس ولفيف من الضيوف من الأردن ومختلف أنحاء فلسطين. المزيد من التفاصيل مع تقرير مندوبتنا في القدس مارلين الحدوي. احتفلت أبرشية القدس بعيد القديسة مريم العذراء سلطانة فلسطين في مزارها في دير رفات الذي يقع شمال غربي المدينة المقدسة، حيث ترأس القداس الإلهي المطران ليوبولدو جيرلي القاصد الرسولي في فلسطين والقدس، وذلك بمشاركة المطران بولس مرقدسو والمطران حنا كلداني والأب الدكتور يعقوب رفيدي رئيس المعهد الإكليريكي والأب رفيق نهرة وعدد كبير من كهنة البطركية والشمامسة وطلاب المعهد الإكليريكي والرهبان وعدد كبير من الراهبات وفرسان جمعية القبر المقدس وسفير دولة فلسطين في الفاتيكان السيد عيسى كساسي والمؤمنين القادمين من جميع الأراضي المقدسة بالرغم من وجود الحواجز والصعوبات التي تعترض سبيلهم. وفي عدة الأب حنا كلداني خلال القداس الذي حمل صاحب السيادة الأسقف جيرلي أمانة الحب والسلام ليسلمها لقداسة البابا فرانسيس، وفي كلمتها أيضاً بطلب لأمنا مريم العذراء حيث قال: يا أمي أقبل يديك الطاهرتين ودعيني أرقص أمامك فرحاً، أسلم عليك يا أشرف الناس وأجمل الخلق، دعيني يا أمي أبكي حزناً أمامك وأشكو ليسوع ولك حالي، يا عذراء يا قادرة يا قديرة. نعم يا أمه، كل البشر هم أبنائك المسيحيين وغير المسيحيين، الفقير والغني، البعيد والقريب، الأبيض والأسود، فأنا طفلك المدلل فضميني. عيد سلطانة فلسطين هو عيد يحظى بشعبية كبيرة، فالحجاج يقفون جنبا إلى جنب بطلب شفاعة أمنا مريم العذراء. وفي نهاية القداس اشترك الجميع بالدورة التقليدية وهم حاملين تمثال العذراء،
وبرفقة أجمل التراتيل من جوقة المعهد الإكليريكي. أنا كتير مبسوطة اليوم بوجودنا هون بداية سيدة رفات سيدة فلسطين. أكيد هذا الاحتفال مهم كتير بالنسبة لإلنا لأنه مريم العذراء هي إمنا، ونحن إذا في عنا أمل إنه الفلسطينيين يضل وجودنا المسيحي حاضر بقوة وبأهميته، فإحنا أكيد بنلتجي لإمنا مريم العذراء سيدة فلسطين اللي هي تجمعنا دايما، تخلينا موحدين وتساعدنا دايما ننقل شهادة المحبة، شهادة الانتماء لكنيستنا، محبتنا لبعضنا البعض، وأكيد هدفنا الخلاصي لجميع الناس. فهذه صلاة من العمق، صلاة السلام، نصلي لسيدتنا مريم العذراء أن تحمينا، تحمي شعوبنا، تحمي أهلنا في فلسطين وفي الأردن، وهذه تمنياتنا. ولا بد للسلام أن يأتي، ولا بد للخير أن يأتي، ونحن هنا مع الجموع الكبيرة مؤمنون بالعدل والحق، وفي نهاية الأمر الشمس ستخرج بقوتها بإضاءتها لإرسال كلمة الله، كلمة المسيح، كلمة المحبة، ونحن كلنا مع المحبة ومع الخلاص. شكرا. كل أبناء فلسطين المسيحيين أجوا ليقولوا لمريم العذراء أنت أمنا، وبنجدد العهد معك ومحبتنا لإلك في هذا اليوم المبارك، طالبين منك تحمي هذه البلد، تحمي هذه الأرض، تحمي هذا الشعب اللي بصرخ إليك أعطينا السلام، أعطي بلادنا العدل، أعطي بلادنا الحق، أعطي بلادنا الحرية. هذا هو معنى هذا النهار، معنى هذا التجمع الكبير من سائر أنحاء فلسطين التاريخية. كل عام والجميع بألف خير. اليوم لأول مرة بحياتي بيجي بحضر هالمزار، كتير حلو كتير حلو. إن شاء الله العذراء بتجمعنا ونكون كلنا يا رب نعيش بفرح وسلام لكل المعمورة كلها. هاي أول تجربة إلي وكانت تجربة كثير حلوة، وأتمنى أنكم تيجوا على الضفة وتزوروا هذا المزار، تزوروا هاي الكنائس. We live here in Herzliya. We'll be here for a couple years, but as a devout Catholic coming from the Diocese of Fort Worth, we're here in amaze with how Mary and the Church just brings us all together, all creeds, all peoples, and it's awesome to be with the Palestinians and the Arabic people and celebrate the Mass with all the different languages, Hebrew, Italian, French, everyone, and we praise God every day and thank Him for all the goodness that He's brought to us. تجمع وعيد سيدة فلسطين بالنسبة لي هو العيد المركزي والأساسي والجوهري في حياتنا كبطركية لاتينية، وهو العيد الذي يعطينا معنى لوجودنا في هاي الأرض. هي بنت هاي الأرض وسيدة هاي الأرض، البنت تصبح سيدة والسيدة هي البنت مريم العذراء اللي بتعطينا غنى وبتعطينا قوة جديدة وبتعطينا حياة جديدة. زي ما أنتم شايفين اليوم في عنا رعاية جايين من الجليل، جايين من فلسطين، جايين من الأردن، جايين من كافة أنحاء العالم للاحتفال بعيد سيدة فلسطين. العذراء مريم هي أم الجميع، هي أم جميع العالم، فبالتالي إحنا بالأرض، أرض العذراء موطنها، إحنا بنحتفل مع بعض بهذا العيد وندعو للسلام، وندعو للتآخي، وندعو للمغفرة بين بعض حتى إحنا نكمل مع بعض المسيرة نحو يسوع المسيح. العذراء بتجمعنا زي ما جمعت التلاميذ بالعلية، وهي دائما جمعيتنا في كل مكان. فبتمنى للجميع عيد مبارك وكل عام وانتم بخير بعيد سيدة فلسطين. فأنا كل سنة بشارك، هو بيطلع باص يعني من قريتنا لهون، وهذا الإشي بيعتبر يعني زي جزء من مثلا من كنيستنا وهيك، إنه إحنا كل سنة بنشارك، وهذا الإشي يعني زي إحنا بنمارسه دائما، يعني خلص كل سنة إحنا بنيجي هون والكل بيشارك بهذا الإشي، وكتير بنكون مبسوطين عشان بنشارك الناس بالصلوات، وهذا الإشي يعني بيعتبر إشي مهم بالنسبة إلنا إنه هذا الإشي الديني، وإحنا كتير مبسوطين في هذا الإشي. بوجه شكر لنورسات الأردن عشان هي كمان اشتركت بهذا الاحتفال وشاركتنا. كل عام وانتم بخير. احنا كل سنة تقريبا بنشارك في هون دير رفات بسيدة فلسطين، في عيد سيدة فلسطين. زي ما قلت يعني صار هذا زي عيد سنوي للسكان، للأهل المسيحيين في فلسطين.
طبعا احنا كل سنه نيجي نشارك في سيدة فلسطين ولا يمكن نترك هذه العاده. حقنا نيجي مزبوط تغلبنا شوي على المحاسين لما وصلنا، قعدت تقريبا ساعه وربع تدخلنا، ولكن الحمد لله نيجي من كل العالم كلهم، كل عام وانتم بخير، وبنتمنى كل سنه يجي يا رب ويعيدوا. وهي سيدة فلسطين لنا فخرنا، بنحيي كل المؤمنين في العالم كلهم كلهم يا رب تيجوا تصلوا معنا. للنورسات مارلين الحدوة من دير رفات القدس. بمناسبة عيد القديس لوقا البشير، احتفلت كنيسة الفادي الإنجيلية العربية بمطرانية القدس والشرق الأوسط في عمان بخدمة الشركة المقدسة وافتتاح المجمع الكنسي المقدس الذي عقد هذا العام بعنوان خدمة المصالحة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. وسط لقاء بهيج التقى خمسة من رؤساء أساقفة العالم الأنجليكاني والعالم الأسقفي في كل من فلسطين وكندا ونيوزيلندا وأستراليا وأيرلندا مع لفيف من الرعاة الذين جاءوا من فلسطين وسوريا ولبنان ومختلف محافظات المملكة الأردنية الهاشمية، ملبين نداء خدمة المصالحة التي تبناها المؤتمر كعنوان له هذا العام. لكي تكون دائماً مناراً للمصالحة والعدل والمحبة. وفي وسط هذه الأجواء احتفلت كنيسة الفادي الإنجيلية العربية بمطرانية القدس والشرق الأوسط في عمان بخدمة الشركة المقدسة وافتتاح المجمع الكنسي المقدس لهذا العام. حضر حفل الافتتاح رؤساء الأساقف الضيوف بحضور رئيس الكنيسة اللوثرية في الأردن والشرق الأوسط المطران سني إبراهيم عازر. المميز في هذه الخدمة اليوم بوجود خمس رؤساء أساقفة من العالم الأنجليكاني العالم الأسقفي، اللي هم من رئيس أساقفتنا في القدس والشرق الأوسط المطران سهيل دواني، رئيس أساقفة كندا، رئيس أساقفة نيوزيلندا، رئيس أساقفة أستراليا، ورئيس أساقفة إيرلندا. وسعداء أن يكون معنا أيضا من الكنيسة الشقيقة الكنيسة اللوثرية مطران سني إبراهيم عازر رئيس الكنيسة اللوثرية في الأردن والشرق الأوسط. وأيضا كان في ممثل كنيسة كانتربري المطران موجود مع لفيف من إخوتنا وأخواتنا الرعاة اللي جاءوا من مناطق المطرانية الخمسة الأردن سوريا ولبنان وفلسطين. اليوم إحنا نفتتح هذه الخدمة بعنوان جديد نفعله في حياتنا اليومية خلال العام القادم، وهي خدمة المصالحة، ليكون لنا الحياة العملية لما علمنا يا رب يسوع المسيح عن المحبة وعن التصالح. فاليوم احنا عندنا خدمة المصالحة ليكون لنا المغفرة مع بعضنا البعض والتسامح والمصالحة بين شعبنا وبين كنيستنا ومع أحبائنا. اليوم الافتتاح الرسمي وغدا الافتتاح الإداري بوجود جميع الضيوف الذين جاءونا تقريبا ممثلين عن العالم الأنجليكاني في معظمه. وبهذه المناسبة السنوية أقيمت صلاة احتفالية شاركت بها جموع من المؤمنين وعدد من القساوسة ورعايا الكنيسة القادمين من داخل وخارج المملكة، حيث رفعت الصلوات والطلبات بأن يحفظ الله الأردن ملكا وشعبا وأن يلتقي الجميع على المحبة والسلام والتآخي في أجواء تصالحية قائمة على المودة والتسامح. مجمعنا الكنسي لهذا العام والذي يجتمع تحت شعار خدمة المصالح، ويسرنا أن يكون بيننا شركاء
للعالم الأمريكاني، من أغلى العالم الأمريكاني معنا اليوم، كما يوجد معنا من ألمانيا للأمس وشركائنا تشنلنا، وإن دل على شيء فهذا يدل على الحضور القوي للكنيسة الأمريكانية في القدس والشرق الأوسط، والتي أصبحت من الكنائس التي تسير بالخدمة المتواضعة في مؤسساتها، في كنائسها، في علاقاتها بالداخل والخارج. ونسأل الله أن يبارك على مسيرتنا، مسيرة هذا المجمع العامل لسنين طويلة. وزيرة التنمية الاجتماعية بسمة إسحاقات إطلاق مبادرة مول السيدات الإلكتروني والبازار، الذي أقيم بالتعاون والتنسيق مع جمعية الشهيد الطيار يزن عرنكي في عمان، بحيث تهدف المبادرة إلى توفير منصة إلكترونية لأكثر من 2000 سيدة من صاحبات الأعمال الصغيرة والمشاريع المنزلية من مختلف مناطق الأردن، ليستطعن من خلالها بيع منتجاتهن عن طريق الإنترنت والوصول إلى شريحة أكبر من المستهلكين والدخول إلى أسواق جديدة. وثمنت راعية الحفل جهود القائمين على المبادرة ودعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مبينة أهمية توحيد معايير المنتجات ضمن جودة عالية. واشتمل المول على مشغولات يدوية ومطرزات وأزياء تراثية وأشتال ونباتات عطرية وأوان منزلية وإكسسوارات. وبدورها قالت رئيسة الجمعية إلهام زيادات إن هذا البازار جاء نتيجة الحاجة الملحة للسيدات المنتجات لتسويق أعمالهن ومنتجاتهن على أوسع نطاق. هلأ إحنا من خلال جمعية الشهيد طيار يزن عرنكي دربنا مجموعة من السيدات حوالي 3000 سيدة بمختلف أنحاء الأردن، ولقينا أنه في حلقة مفقودة، وهي الجمعية مدعومة بالكامل من شركة اسمها شركة بلوم لمنتجات البحر الميت. هلأ هاي الجمعية لما دربت 3000 ست لقينا أنه في فجوة كبيرة بتسويق وستات بحاجة يرفعوا دخلهم كمان، فعملنا فكرة أنه نسوي مول إلكتروني للسيدات اللي بيعوا منتجاتهم بشكل دائم تصديري ومحلي. فهلأ حالياً بلشنا بنواة حوالي 150 سيدة، رح ننتقل لمسجلات معنا حوالي 2000 سيدة، رح ننتقل كل سنة ونزود. ونطلب منا مؤخرا انه يكون في دول من برا زي الامارات، زي الكويت، تونس، فلسطين، تركيا، انهم يكونوا اعضاء بهذا المول. فقلنا لهم ان شاء الله بس نبدا هون نركز امورنا صح، راح نبلش ناخذ عضويات من برا الاردن ان شاء الله. ويعني طبعا كلها اعمال زي ما تحكي كثير مهمه، وفيها رساله بنقولها للناس احنا انه باستمرار لما الواحد ينجح لازم يعطي لغيره. ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة مطران الروم الأرثوذكس في عمان قداساً إلهياً، وذلك في كنيسة دخول السيد للهيكل للروم الأرثوذكس في عمان، بحضور عدد من الآباء الكهنة وأبناء الرعية الأرثوذكسية من مختلف أنحاء المملكة. المزيد في هذا التقرير. احتفلت كنيسة دخول السيد للهيكل للروم الأرثوذكس في عمان بعيد القديس لوقا البشير، وذلك بإقامة قداس إلهي احتفالي حاشد
حيث ترأس القداس سيادة المطران إخريستوفورس عطلة الجزيل الوقار مطران الروم الأرثوذكس في عمان. عاونه عدد من الآباء الكهنة الأجلاء بحضور جمع من أبناء الرعية الأرثوذكسية. وفي ختام القداس وعلى أنغام موسيقى كشافة الرعية سار موكب سيادة المطران متوجها إلى مركز القديس لوقا الطبي التابع لجمعية القديس لوقا الخيرية قرب الكنيسة. حيث بارك العيادات الطبية في المركز والعاملين فيها بمناسبة عيد شفيع مؤسستهم الخيرية. وقد اطلع سيادته من الأطباء المقيمين في المركز على سير العمل وعلى ما توفره العيادات من الأجهزة الطبية والعلاجات، وذلك بمرافقة رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الأب جسخوري. وقد صلى سيادة المطران لأجل القائمين على مركز القديس لوقا الطبي وقدم لهم الشكر الجزيل تكريماً لعملهم الدؤوب في خدمة المرضى، مسترشدين بما كان يقدمه القديس الطبيب لوقا في حياته. وقد أكد سيادته لنورسات أن نجاح هذه المؤسسات الخيرية وتقدمها وازدهارها يساهم في تثبيت الحضور المسيحي في هذه البلاد. اليوم بركة كبيرة كان أنه أحيانا عيد القديس لوقا البشير اللي هو طبيب، وجمعية القديس لوقا اللي بتحمل اسمه بتقوم بعمل رائد بالمجتمع المحلي اللي هي عيادات طبية حتى تخدم المجتمع بأكمله مسيحي وإسلامي. فاليوم احتفلنا بعيد القديس لوقا حتى ربنا يبارك عمل العيادات، يبارك عمل الأطباء، يبارك عمل اللجان الإدارية اللي بتعمل وبالأخص على رأسها قدس الأب الإيكونوموس بولس خوري اللي عمالهم بيبذلوا جهود جبارة حتى يرفعوا بالجمعية ويوصلوا رسالتها وخدمتها لأطر أوسع في المجتمع المحلي. منصلي حتى ربنا يبارك هاي المؤسسة الكنسية وتزدهر وتتطور، لأنه المجتمع المسيحي حتى نثبت حضوره لازم يكون في عنا مؤسسات حية وفاعلة بداخل المجتمع المسيحي اللي تقدم خدماتها لكل المجتمع الأردني. فربنا يبارك هاي الجهود، نتمنى لهم كل نعمة وبركة من ربنا حتى يستمروا بعملهم. طبعا جمعية القديس لوقا هي جمعية خيرية غير ربحية تأسست عام 2005 موافقة وزارة التنمية الاجتماعية، وهذه العيادات كانت بمبادرة من صاحب النيابة المتروبوليت فينيديكتوس مع مجموعة من أطباء المجتمع الأردني اللي بيحبوا يخدموا في هذا العمل التطوعي. القديس لوقا طبعا اتخذ شفيع لهذه العيادات والأطباء لأنه هو كان بالأصل طبيب، وهو عاش في زمن الرب يسوع المسيح وكان طبيبا، وهو الذي رسم أيقونة العذراء الأصلية الأولى. وكان لم يكن طبعا القديس كتب كمان سفر أعمال الرسل وكتب إنجيل لوقا وكان مبشرا بالرب يسوع المسيح، وقمنا نحن باتخاذ هذا القديس شفيعا للأطباء لكي يكون لنا بركة ونعمة في خدماتنا من أجل شفاء المرضى الذين يتم معالجتهم في هذا المركز. احتفلت مجموعة كشافة ومرشدات قلب يسوع الأقدس للاتين في منطقة تلاع العلي غرب العاصمة عمان بتجديد الوعد الكشفي وإطلاق شعارها الجديد خلال قداس إلهي ترأسه كاهن الرعية الأب علاء مشربش. عاونه الأب مروان حسان والشماس الإنجيلي جبران سلامة،
بحضور الأخوات الراهبات وعدد من قادة المجموعات الكشفية في الرعاية المشاركة وجمع كبير من فعاليات الرعية وأبنائها، فيما أحيت ترانيم القداس جوقة الرعية بقيادة المرنم فارس عباسي. وقال الأب مشربش إن هذا الاحتفال يأتي كل عام بمثابة شكر لله ولأجل صقل الكشافة على العمل المخلص بصدق وإيمان. تلا ذلك إلقاء العديد من الكلمات من قائد الكشافة غسان أبو منة وقائدة المرشدات دانا حداد. وفي ختام الحفل أعلن الكشافة بصوت واحد وعدهم الكشفي للعام الجديد وسط أهازيج وأفراح الرعية. نظم مكتب المنسق الحكومي لحقوق الإنسان بالتنسيق مع مكتب الشفافية وحقوق الإنسان بمديرية الأمن العام زيارة إلى مركز إصلاح وتأهيل لجويدة نساء بمشاركة ممثلي هيئات دولية ودبلوماسية ومؤسسات مجتمع مدني وإعلام. واطلع الوفد على الخدمات الصحية والغذائية والدوائية والتعليمية والقانونية التي يوفرها المركز للنزيلات، واستمعوا إلى عدد من الفقرات الفنية والقصائد الشعرية والأناشيد الجماعية وكلمة للنزيلات، بالإضافة إلى تكريم المشاركات بالملتقى والجهات الداعمة. وثمن المنسق الحكومي باسل الطراوني في كلمة له الدور الذي تقوم به مديرية الأمن العام في تأهيل نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل، والذي يظهر جليا من خلال التقدم الكبير في نوعية المعاملة التي يتم تقديمها للنزلاء. لا شك أن اليوم سعداء جميعا بما شفنا وما استمعنا أيضا من برامج هادفة تهدف إلى رعاية تأكيد الرعاية اللاحقة للنزلات حتى يعودوا إلى مجتمعاتهم بعد أن يفرج عليهم رب العزة أن يكونوا فاعلين في مجتمعاتهم. بالتأكيد هذا ما تقوم به الدولة الأردنية ومؤسسات الدولة الأردنية بهذا الأمر، ونحن هنا نمتثل حقيقة لمنهجية الحكم المتمثلة بالإرادة السياسية الأردنية التي حثت الحكومات وحثت المجتمعات والسلطات على ضرورة إلى منظومة حقوق الإنسان الأهمية الكاملة. والنزيلات والنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل هم أيضا من أبناء الوطن، نعتز بهم ونعتز أيضا بإدماجهم في المجتمع حينما يغادروا هذه المؤسسات العقابية فاعلين ومنتجين متدربين متسلحين بالعلم والثقافة، وبالتأكيد هذا ما يسهل أمور الدولة الأردنية. مندوبا عن مدير الأمن العام اللواء فاضل الحمود، رعى قائد أمن إقليم العاصمة العميد طارق الحباشنة حفل انطلاق مبادرة أرتقي بأخلاقي، وذلك على مسرح المدارس العالمية بعمان. وركزت المبادرة التي جاءت بتنظيم من العديد من الجهات الرسمية على مكافحة جميع الظواهر السلبية ضمن منطقة الاختصاص، وذلك عن طريق تكثيف المحاضرات والندوات وورش العمل والزيارات إلى كافة مؤسسات المجتمع المحلي. تخلل الحفلة إلقاء كلمات للمشاركين بالندوة، إضافة إلى كلمة راعي كنيسة النبي إيليا في مرج الحمام الأب جورج شرايحة. إخوتي الأحباء، أرتقي بأخلاقي في تفاصيل حياتي اليومية، في قيادتي للسيارة، بالتزامي بقوانين السير، حتى بغياب الكاميرات ورقيب السير وكل من حولي. أرتقي بأخلاقي يصبح نهج حياة يومية، بأن أحافظ أيضا على نظافة الأماكن العامة، وأن أتعلم بأن كل ما ألقيه من نفايات في الشارع سوف تعود بها الأمطار إلى بيتي يوما ما. أنا أنتمي بصدق وأمانة إلى بلدي وأحافظ عليه حفاظي على بيتي الخاص. فالولاء للقيادة والانتماء للوطن ليس كلام يقال، وإنما عمل يظهر جليا للعيان في سلوكيات وتفاصيل حياتنا اليومية. أختم أخوتي الأحباء ببيت شعر للشاعر الكبير أحمد شوقي، والذي يقول: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. جلالة الملك عبد الله الثاني يعزي بشهداء الأقباط في مصر. كنيسة الفادي الإنجيلية بعمان تحتفل بافتتاح المجمع الكنسي المقدس. هيئات دولية ودبلوماسية تزور مركز إصلاح وتأهيل لجويدة للنساء. ختام النشرة، مزيد من الأخبار تابعوا موقعنا الإلكتروني.
www.nusajordan.com. طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.